بسم الله. أنا أحمد كردي، مدرس أمراض الجهاز الهضمي والكبد وأمراض المعدية بكلية طب قصر العيني، وأنا اتشرفت إن أنا أكون واحد من اللجنة المنظمة للمؤتمر الموحد لأمراض الكبد والأمراض المعدية في اليوشيد 2019 في سنته الثانية. الحقيقة لو أنا هكلم حضراتكم عن المؤتمر، يعني يمكن يكون أساتذتي وزملائي هيبقوا سبقوني في الكلام عن قد إيه في عدد كبير من الحضور، وقد إيه في عندنا international speakers ومشاركة من الجامعات المختلفة، لكن أنا كنت لي اهتمام أكبر بالتريننج إيريا في المؤتمر الموحد. والسنة دي إحنا الحمد لله قدرنا إن إحنا نوفر تريننج متميز في ماكس ما بين إن يبقى فيه فرصة للترينيز إن هم يتقابلوا مع الأكسبرتس، يسمعوا منهم هاو تو دو، دي كانت في صورة فيديو سيشنز في المجالات المختلفة سواء في الإندوسكوبي أو في الألترا ساوند أو في الإلاستوجرافي، وبعدها كان في هاندز أون تريننج بيغطي كل التكنيكس المختلفة، وتم اختيار الأتنديز دي أكوردنجلي الليفل أوف تريننج بتاعهم سواء كان في المناظير أو في السونار أو في الفايبر سكان، وكمان كان في حاجات متميزة في التريننج على الحاجات الانترفيرشنال. الحاجة اللي كانت اعتبرها بريك ثرو في المؤتمر السنة دي هو تواجد الكوميونتي فيليج، وهي دي لأول مرة في مؤتمر مصري يكون عندنا هذا الكونسبت، إن إحنا عندنا يكون في إيريا في المؤتمر بتخدم أجزاء مختلفة ما هياش بيور ميديكال أو بيور ساينس، ولكن إحنا كانت الكوميونتي فيليج موجودة السنة دي، كانت بتغطي على سبيل المثال البابليك هيلث برسبكتيف أند بتاع الـ HIV، هاو تو هيومنايز الفيس أوف HIV، وإزاي نشجع الميديكال ستودنتس والأطباء إن هم يتعاملوا مع الأمر بشكل مور بروفيشنال، وده كان فيه عندنا مشاركة فيه كبيرة من كل الـ UN agencies اللي كانت مشاركة معنا في المؤتمر، وعلى رأسها الـ WHO والـ UNAIDS والـ UNHCR. الجزء الثاني احنا فيه عندنا بالتعاون مع هيلث 2.0 كان هيبقى في عندنا سيشن متميزه جدا عن ازاي ان احنا نستخدم التكنولوجي في الهيلث كير سيستم والرول بتاع الديجيتاليزيشن في ان احنا ننهانس الهيلث كير سيستم وننهانس الاداء بتاع الدكاتره في خدمه المرضى بتاعتهم. واخيرا كان في مشاركه وتعاون متميز مع السفير بابلشر ومع العرب جورنال اوف جاسترونتيرولوجي، في عندنا وركشوب هايله عن هاو تو بابلش ان بي ريفيود ارتكل، والحقيقه دي حاجه مهمه جدا عشان نحط كل دكاترتنا على السكيل اللي بيتم تقييمهم عليه عالميا. انت عندك قد ايه نشر الاتش ان اكس بتاعتك كام، السيتيشنز اللي هي بتتعمل للشغل بتاعك قد ايه، فدي كانت عندنا فرصه كبيره جدا ان احنا نقدم يعني وجبه مختلفه من المعلومات للاتنديز بتوعنا، والحقيقه كانت حاجه متميزه وكان لها حضور متميز، واتمنى ان هم كلهم استفادوا من هذا التواجد ان شاء الله.